انه عندك ولد وبنتين. نعم. الولد ما اسمه؟ أواب. أواب. أواب الطلطلة. مشروع لكن هذه الأسماء لو سلكت فيها سبيل السلف كان خيرا لك. أولا من الناحية العربية هذه ليست أسماء أعلام، إنما هي صفات، فكلمة أواب فلان أواب. نعم. تسنيم ما هو اسم علم؟ ثانيا لو ابتغيت اسم من اسماء الصحابيات المشهورات ومن اسم الغلام اقتديت بقول عليه السلام افضل الاسماء او احب الاسماء عند الله عبد الله وعبد الرحمن، ثم كل اسم تعبد لله فيه. لكن لعلك يعني لما رزقت هؤلاء الأولاد ما كنت يومئذ متنبها للسنة كما ينبغي. كنت متفقا مع زوجتي أن يكون لها اختيار أسماء البنات. وزوجتك ألمانية؟ أردنية. أردنية. لكن هذا الاتفاق كان من شروط عقدي؟ لا. فإذا لعلك تصحح الوضع فيما إذا رزقت إن شاء الله.